بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم ما بعد، أيها الإخوة والأخوات، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أسعد الله مساءكم أينما كنتم. مركا كوباد مسلمين تقودهان قارهان ومدى الصوماليين ميركا سيتشوكتو وحن لنا هاي رمضان مبارك وحن كجرنا مالمه أو قدم بيسي أو بركي سنيد إلهي تبارك وتعالى وحن كبرينا إنه نقع أقبلوا عبادته نوافتشيو هبينك مهمك. مركا لبعد وحن شعلا هاي دور قضب أو كوبان إنان كليب كان مانتا أن أغفا إيديستو أنا أقول لهم أن هذا التوفيق هو أن هذا جزاكم الله خيرا. قدم كوباد وأن ربما أنت أن هل كان أن كسر قد بي وحويه وزكاة الفطر. زكاة الفطر هو شيء واجب وضد المسلمين ودن واجب كوى. روح كستا أو مسلم أو مال كاوح أنا يهبين كاهيستا واجب كوية هي هدو يهي مدير هدو يهي مدوين هدو رجي هي هدو ضمري. نبينا عليه الصلاة والسلام أرنك أمرك أوكاه الذهي وحديثي سأوكاه الذهي وحويري فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان ورسولك فرض يلي حديثك عبد الله بن عمر وعانك أها زكاة الفطر بشر رمضان ساعا من تمر ساع أو تمر والروح تمر ببحن كرا أما ساع من شعيرة قمضي ببحن كرا مثلا أما رواية من كقارقود الزبيب يأقد يوحيا به نعاسه كلا يوحيا به قوت القالب كلي هذا أو مدى وحويها يا لقب حنا يا مركا وحال لقب حنا يا على العبد والحر الضون هدي وياهي وعلى قدر ربائن لقب حيو هدي وياهي روح حرة وعلى قدر ربائن لقب حيو والذكر والأنثى هدي وياهي روح ضمرة هي هدي وياهي روح وحوي اللب انتبه وعلى قدر حنا يا سيدوك كلا وحال لقب حنا يا على الصغير والكبير من المسلمين رمان مسلمين توك sababta iyo ujeedada loo bixinayo marka maxay tahay yaa si xaq u leh in la siiyo waxa xaq u leh dadka masaakiinta fuqarada kaliya dadkaas la siinaya maxay yeelay nabiga kaleey salaatu wasalaam xadiithka abdullah ibn abbas waxa uu leeyahay farada rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam zakaat al-fidr ko waxa rasuulku sallallaahu alayhi wasallam uu zakaat al-fidr ga uu farad yeelay oo umada uu ugu waajibiyay dhuhratan lisaa'im sababtu waxa weeye xikmadda meesha ku jirta ruuxi soomaana waxyaabaha qaladaadka oo ka dhacay in ilaahi subhanahu wa ta'ala uga dhahiro من اللغو والرفث وحيابه عن مناسب كاهين هذا التريه وحيابه عن روح أفيعنين وكدع إلى روح ابن آدم وحاسي كالظهر يسا قضب كالباد ونبي قفر ذي لوحاوي وطعمة للمساكين مساكين تأين لسيو ضدك أغنية ذا حولها يستلو متل قرين روح أتسين يسوى إنو نقضو وحاوي روح مسكين قضب كالو مهم كاون لإشارة يتاي وحاوي روح محال قرب محو بحنايا قدر كالا قرب الروح إنو بحيا محيتهاي قدر كالا قرب وحاوي عن حديث كورات المامي واسع ساعم حوية هاي ولا بكيلية برواي ماذا بكينا الشافعي قال قضب كلام مهم كوحوية قور ما لقرها بالروح موسكسي بحنا يا بيشك البركة هذا مايا وحال لقرها بالروحة سيدا سلف كي لقسوا قرونا هي أمدتك السحابة دي عبد الله بن عمر وسمين شري مالين كهر رمضان كمر كورنا مانا يا أم الله مال موت قور ما يواجه تبي سابرين علمه سيدا مذهب كينا الشافعي قال وصماريدو أيام سنتها انت بضان وقبو وحي واجبيسا عند غروب الشمس في آخر يوم من رمضان مركا مانكا او قدن باية قرحضو اي دعضو ومانكا اي دهبين كاس لقالو مركاسا يوحاوي بلابانيسا داس معنى هذا وحاوي يهن روحي وحاوي يهن انتاس كهر لشي المهي لشي وعلى قربا قرحضو مركا اي دعضو وحي كدب المهي لشي واجبكم اه روحي انتا كهر وحاوي يهن محاكو دعض لشي امتشوغي aya waxa weey laga raba maalinka u dambeeyay sabadan koox ruuxi dhintay asagana waxa weey laga marabo madahib kalena way jiraan laakiin madhabka shaaficiga ayaynu waxa weey ku gaabsanayna marka qaabkaas ayaa zakatu fadriga waxa weey looga raba dadka muslimiinta ah inay bixiyaan dadka masaakiinta ah dadka inta badan waxa weeyahan ruuxa la rabo inuu siiyo waa dadka masaakiinta ah meesha uu joogo haday masaakiin joogan ayaga u xaq leh hadii ayna joogin meeshii kala wuu u diri karaa sida wadankii oo kale Soomaaliya oo kale dhibaatooyin badan oo aad u tir badan baa ka jira abaara ka jira mashaakil fara badan baa ka jira ruuxu inuu marka dadka uu ku caawiyo masaajidu way qabanayaan way keenay wal keenay kara ruuxu keenay kara ruuxu individual wuu u diri karaa asaga dadka qaraabada ay og yihiin oo dhibaateysan ayadana waxa weeye wuu u diri karaa qodob kalaabaad oo aan rabo maanta inaan halkan kaga hadlo waxa weeye ciid iyo sida aan u tukanayno gaar ahaan masaajidkeena Ibn Taymiyyah oo masajida Columbus oo waaweyn oo mujtamaaca Soomaaliyeed si gaar ah oo ugu xiriyeen kamida waxaan tukan doonaa dhowr jeer baan kala tukanayna marka ugu horeysa waxaan salaada koobaad aan gali doonaa hadii la ilaahay raado 8
ayaanu gali doonaa ama eid waxa weey waxa loo yaqaan aroorti subaxnimo ayaanu galeyna salaada labaad haday taasi ku dhaafto waxaad ku soo talgalaysa 9 ayaa ku soo talgalaysa salaada ugu dambeysana waxay noqon kartaa 10 teddy ayaa noqon kartaa insha Allah taala qodobka ugu dambeeya oo aan jeclay maanta inaan clipkan aan uga faa'iideysto waxa jiri doona oo masaajidkeena uu ino diyaariyay oo maxaan ku dhahay aan rabno inaan uga farxino bulsho weynta waxa weey Columbus Ohio qalabka arruurtu waxa weeyahay ku ciyaaraan waliba qalab casri ah oo qalabkii ugu dambeeyay ah ayaa la keenay doona maalinkaas oo dhan waxa weey arruurteenuna fan ay qaadan doonaan ayaana dadku waa kuwada invite gareysan yihiin ruux kastana waxa weeyahan uu ka soo qayb gali kara jazakumullahu khayran barakallahu fiikum ilaahi waxaan ka baryaynaa inuu soomka iyo salaada iyo waxa weey ducada iyo uu naga aqbalo ilaahi tabaaraka wa ta'aala inuu naarta uu naga xoreeyo ilaahi waxaan ka baryaynaa mujtamaaceena ee dhibaateysan dhibaatada inuu ka saaro ilaahi waxaan ka baryaynaa dawlad wanaagsan oo dadku ku faraxsan yihiin inuu nasiiyo khilaafkan umadeena uu ka saaro jazakumullahu khayr wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.